بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. الإخوان، عندنا اليوم موضوع وهو درس من الدروس اللي قلنا بسبب نجاح الإنتاج ديال الكناري والحسون. اليوم غادي نتطرقوا لسبع المراحل اللي كيمر منها الكناري في الحياة ديالو. سبق لينا تكلمنا على العمر ديال الكناري، والذكر تيعيش ما بين 10 سنين حتى 15 سنه، والاناث ما بين 3 سنين حتى 6 ديال السنوات الا كانت الرعايه ديالهم مزيانه والنظافه والاناره والتغذيه الجيده والاقفاص الواسعه. ايوا هذا هو الموضوع اللي كنا هضرنا عليه ديال تيخص الكناري. اليوم غنهضروا على واحد السبعه ديال المراحل كيمر منها. كاين المرحله الاولى هي طرح الريش، كاين المرحله الثانيه هي الراحه، كاين المرحلة الثالثة وهي اختيار الذكور والإناث، المرحلة الرابعة وهي التزاوج ديال دوك الذكور والإناث اللي اختارينا، المرحلة الخامسة هي بدء الإناث بالتعشيش، إعطائهم المواد التعشيش، المرحلة السادسة هي المبيض والتفريخ، والسابعة والأخيرة وهي مرحلة الإنتاج، يعني شحال ديال الأعشاش وشحال ديال البطون دارت الإناث، وفي الاخر تتجي مرحله عاوتاني ديال الاستعداد من جديد. هذا المرحله ديال طرح الريش بطبيعه الحال هي غيار الريش، وتيمكن تستمر حتى 8 ديال الاسابيع، من 8 ديال الاسابيع حتى 9 ديال الاسابيع، وتتكون في نهايه فصل الربيع في اوائل ديال شهر 7 يوليوز، على حسب تغيير المناخ والحرارة، لأن الكناري كيحس بالحرارة وتبدأ في تغيير الريش في هذه المرحلة. حنا غنطرقوا لهذه المراحل كلهم غنذكرهم، ولكن من بعد غادي نخصصوا فيديوهات كل مرحلة على حدة، يعني الشرح ديال مرحلة الريش كيفاش تيمر وشنو هي التغذية اللي تتكون فيه وكيفاش الاحتياطات اللي خصنا ناخذو باش الطيور ديالنا ما تصابش بشي مرض ولا تصاب بالبرد ولا لا قدر الله توقع عليها شي حاجه خايبه. المهم غادي نهضروا على كل موضوع على حده. قلنا اولا طرح الريش تيستغرق ما بين 8 حتى 9 ديال الاشهر ديال عفوا ديال الاسابيع، وكتبدا من شهر 6 7 وتوصل حتى شهر 8. المرحله الثانيه وهي مرحله الراحه، وتتكون في شهر ديال 8 وشهر 9 وبدايه شهر 10. هذه المرحله هذه مهمه، خاص الطيور ترتاح فيها الوقت الكافي ديالها ديال النوم، ما يزيد على 12 ساعه او 13 ساعه ديال الراحه، فيها النوم، فيها الاستحمام، فيها الاكل، فيها يعني فيها بزاف ديال الاشياء. خصنا نراجعوا بعض الحالات كيفاش يمكن لينا نديروا الاضاءه في هذه الاوقات، كيفاش شحال خصنا نعطيوهم باش يكون عندهم الوقت الكافي للراحه ديالهم. كاينه المرحله الثالثه وهي اللي تنديروا فيها اختيار ديال الذكور والاناث. اختيار الذكور والاناث بطبيعه الحال تنكونوا حنا مجهزينهم، يعني جاهزين واجدين، تيبقى علينا غير نكوبليهم نلاقيهم ذكر مع انثى، هذا اللون مع هذا اللون، هذا الطفره مع الطفره. يعني المرحله الثالثه تيكون فيها اختيار لي كوبل، اختيار فيها الازواج اللي غادي نديرهم في الانتاج. المرحله الرابعه صافي تدخل، هي هذيك هي مرحله التزاوج ديال الطيور، تنوجدوهم، تتكون في شهر 11، تيكونوا واجدين، كنعطيوهم الأطعمة المناسبة ديال التزاوج، تتحفزهم على المبيض، تتحفزهم على الكوبلاج. هادشي كله خصنا نقومو به في المرحلة الرابعة. في المرحلة الخامسة تتكون الإناث جاهزة واجدة، خصنا نعطيوها تبدا دير العش، نعطيوها مواد التعشيش ونحفزوها بالبيض والمأكولات المهمة، غادي نطرقو لهادشي حتى هو. المرحلة السادسة وهي مرحلة التفريخ ديال البيض، تتكون غالبا في شهر 1،
هادو كلهم المنتجين بالنسبة هذا الموضوع هذا بالنسبة للمنتجين اللي تينتجوا بكري في الشهور الأوائل من السنة باش تيكونوا واجدين لشهر 4 وشهر 5 هاد الفراخ هادو إلا يخرجوهم للسوق باش الإخوان أخرين يعاود يكسبوهم يعاود يوجدوهم إن شاء الله العام الجاي. المرحلة السادسة قلنا هي مرحلة التفريخ، تتكون في شهر يناير كتبدأ بالعناية بالصغار والأكل ديالهم والإطعام ديالهم وبزاف ديال الحوايج تيكون في هذه المرحلة تاهي غنطرقوا لها إن شاء الله فيديو ديالها خاص. كاينة المرحلة السابعة اللي كتستمر من شهر 1 حتى لشهر أوائل شهر 5 وهي الإنتاج، شحال ديال البوطون غيديروا هاد الإناث واش قادرين باش يديروا 3 4 ديال الأعشاش 4 ديال البوطون، والتفريخ كيفاش داير ووسائل ديال عزل الصغار بدا ما يكون عندنا مشاكل لا والو. هذه المرحله حتى هي مهمه حتى نطرقوا لها ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتيبقى في الختام، ختامه مسك بما يعني نهايه الانتاج، كنحبسوا الانتاج في شهر 5 و 6 وتيستعدوا الفراخ كنوجدوهم عاوتاني باش يستعدوا لطرح الريش من جديد اللي غادي يبدا في الاواخر ديال شهر 6 ويستمر شهر 7 ويستمر حتى شهر 8. هذه هي السبعه ديال المراحل اللي تيمر منها الطائر ديال الكناري. ان شاء الله الرحمن الرحيم كما وعدتكم غنطرق لكل موضوع على حده، وتنتمنى تعم الافاده على الجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساوناش بالتعليقات ديالكم، ما تنساوناش بطرح الاسئله الا كاين شي اسئله والدعم ديالكم. والحمد لله كاينين اخوان راه ما شاء الله زعما تيدعموني وتيهضروا معايا، وغادي نوضع واحد رهن الاشاره ديال الجميع رقم ديال الهاتف في القناه باش اللي بغى شي طيور صغيره غادي نصورهم ويشوفوهم. دابا الحمد لله راه عندي انواع ديال التيمبرادو مخلطه يعني الوان مختلفه، وعندي الابيض، عندي الريسيسيف، وعندي البلون دومينو والبلون ريسيسيف حتى هو ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي تكون عندي طفرات اخرى ديال الموزايك راهي تنوجدها ان شاء الله الرحمن الرحيم منين يوجدوا ويفرخوا غادي نصور لكم الفراخ ديالهم ونوجد ونوريهم لكم. وما تنساوش بانني رانا مبتدئ، هذا العام ديالي الاول ولكن ولله الحمد بالفضل ديال الاخوان اللي تنعرف وفضل القنوات اللي تنتصنت ليها والكتب اللي تنقراها وعلى هذا الطائر ديال الكناري. الحمد لله توصلت الانتاج جيد لحد الان، تنتمنى من الله سبحانه وتعالى يكمل هذا الموسم مزيان. وغنصور لكم كل شيء هذاك الشيء ودوك المراحل ونوضعها في فيديو وباش الاخوان الجدد تكون عندهم ثقه في النفس حتى هما ويتوكلوا على الله ويبداو. اللي بغى يدير شي انتاج ديال الكناري ولا الحسون يتوكل على الله سبحانه وتعالى والله المستعان. اخوان ما تنساوناش من الدعم ديالكم والدعوات ديالكم، اي تعليق خليه لنا في الكومونتير وتنتمنى ولو يستفد معايا ولو واحد من الاخوان المبتدئين بحالي. كان معكم اخوكم محمد من قناه طيور الكناري، كنا مع موضوع المراحل السبعة التي يمر بها الكناري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.